بس هعمل لكم مكرونة هنحولها شيبسي من المقرمشات اللذيذة والرائعة والحلوة، والناس اللي عايزة تزيد وزن تاكلها، والناس اللي مش عايزة تزيد وزن تدوق منها وتخليها، بس حلوة قوي 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 قوي، يعني حاجة من الحاجات الرائعة جدا. سجلوا معايا مقاديرها، هحتاج مكرونة قلم بالشكل ده أو أي شكل مكرونة عندك، بس مش السباكيتي ولا التاجيتال ولا اللازانيا، يعني العجاين بتختلف عشان تبقى متماسكة معايا، عايزاها بالشكل ده. الصغيرة برضو دي اللي هي المرمرية بتبقى صعبة علينا لأنها بتنشف بسرعة جدا. هحتاج باستا تكون مسلوقة في شوية مية مملحة فقط لا أقل ولا أكتر، وباخدها وبسيبها في المية بتاعتها، ما بعملهاش ما بشيلهاش لأن لو شلتها الدنيا معايا هتبوظ. هنحتاج معاها نشا، وده ضروري جدا عندي، نشا مش دقيق، نشا، ومش هينفع غير النشا عشان تديكم القرمشة الصح. طيب عشان تديني القرمشة الصح هاخد النشا، هاخد معاهم شوية ملح، شوية كركم، شوية فلفل حار الناشف يكون مطحون ناعم، فلفل اسود، ثوم بودرة. حلو، هعمل كده اصفيها من المية وانزل بيها، حتى لو فضلت فيها شوية مية عادي جدا اهي. نبتدي بالفلفل الاسود، ما نكترش، الملح حسب رغبة، وما ننساش ان الباستا اساسا مسلوقة في مية مملحة، النشا والحواوشي الاقتصادي مش هيكلفك حاجة خالص وحلوة قوي، بودرة الثوم، فلفل حار لمحبين الشطة، اللي مش عايز شطة يحط بداله بابريكا، بابريكا اللي هي تحميرة، والكركم بسيط ما نكترش فيه. والصراحة انا هعمل كده الصراحة، يعني انتوا اعملوا معلقة، اعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص، بس انا لازم اعمل كده عشان احس اني كده بخليها كلها بالشكل ده. المعكرونة الباستا شيبس رائعة جدا، واول ما يبتدي يسخن معايا اهو ابتدي انزل. سارة سلام عليكم، انا سامعاها ابتدت تعمل، لسه لها شوية، شايفين الصوت ده هو اللي بيخليها تبتدي تقرمش